شهد الكاميرا المزيدي في هذا الشأن معنا عبر الهاتف من الولايات المتحدة الكاتب والمحلل السياسي السيد مهدي عفيفي المتخصص في الشؤون الأمريكية. سيد مهدي، مساء الخير. ربما تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بومبيو تجاه العقوبات على إيران جاءت يعني بين قوسين في جمل شديدة يعني القسوة وأيضا الدلالة. واشنطن ستطلق استراتيجية لمحاسبة إيران تتضمن 12 بندا أو مطلبا، يعني هذه الأشياء بجانب أشياء أخرى. نبحث الأول هذه النقاط ال 12 اللي أطلقها بومبيو أو طلب بها بمعنى أصح للتعامل مع إيران، أهمها من وجهة نظرك بالإضافة إلى ما سمعنا عنه من عقوبات ربما معلنة ولكنها لم تأتي إلى مرحلة التنفيذ بعد. تحية ليك ولضيوفك الكرام وكل عام وأنتم بخير. الإدارة الأمريكية رأت أنه لابد من تطبيق عقوبات غير مسبوقة على إيران لما قامت به إيران، سواء من التوسع في المنطقة العربية أو في منطقة الشرق الأوسط وتهديد جيرانها، إضافة إلى تطوير أسلحتها البالستية. الولايات المتحدة الأمريكية ستقوم بتطبيق إجراءات اقتصادية أولا وأخيرا، وهذه الإجراءات الاقتصادية يأتي بعض منها في التحفظ على أموال شخصيات بعينها أو مؤسسات إيرانية داخل الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها في بنوك دولية، إضافة إلى فرض عقوبات مماثلة على الشركات التي تتعامل مع إيران سواء كان في مجال النفط أو في مجالات أخرى، بالإضافة إلى تقليص إمكانية إيران من تصدير النفط والاستفادة بعائداته. وهذه كانت أحد النقاط التي سمح بها في الاتفاقية النووية، وقد رأت الولايات المتحدة الأمريكية أن إيران بدلا أن تستخدم هذه الموارد المادية في تطوير اقتصادها ودعم الشعب الإيراني، استخدمتها في دعم الجماعات الإرهابية التي تدعمها سواء كانت في اليمن أو في بلدان أخرى. فلذلك يأتي هذا القرار بناء على ما قامت به إيران في الأعوام الماضية. سيد مهدي، اسمح لي، ولكن هذه العقوبات الأمريكية ستعود أيضا بضرر أو بآخر على حلفاء للولايات المتحدة في أوروبا أو غيرها. حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية يدركون بشكل واقعي أيهم أفضل بالنسبة له. فمثلا المعاملات التجارية بين أوروبا وبين الولايات المتحدة الأمريكية أضعاف المعاملات مع إيران. لابد أن نعلم أن هناك ليست المسألة قالب واحد ينصب للجميع، فهناك تفاهمات مع الصين مثلا، هناك تفاهمات مع فرنسا مثلا التي بدأت أهم شركاتها توتال الفرنسية المتخصصة في البترول مثلا بوقف عملها في إيران. تعلم جيدا هذه المؤسسات وهذه الشركات أن من الأفضل لها الاستمرار على علاقة طيبة في التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية بدلا مع إيران. المسألة ستكون كل حالة يعني منفصلة، ولكن في النهاية أنه المجتمع الدولي يرى أن لابد من تقويم ما تقوم به إيران في المنطقة العربية. ولكن سيد مهدي، الاتحاد الأوروبي أشار في تصريح لموغريني بأنه ليس هناك يعني بديل عن الاتفاق النووي. ماذا تعني هذه الجملة؟ ليس هناك بديل حاليا عن الاتفاق النووي. لابد أن نعلم أنه في السياسة هناك تقسيم أدوار، حتى وإن كان في العلن الاتحاد الأوروبي يقول أنه لا بديل للاتفاق النووي الحالي. وقد رأينا أن الدول الأوروبية قالت أنها ستستمر في هذا الاتفاق، لكن روح هذا الاتفاق بيد الولايات المتحدة الأمريكية سواء كانت المسألة الاقتصادية أو المسائل الأخرى. الاتحاد الأوروبي لا يريد أن يأخذ موقف من إيران في الوقت الحالي، خاصة هو المستفيد الأكبر من المعاملات الاقتصادية مع إيران. كما أنه لابد من الأخذ في الاعتبار أن هناك فترة 3 أشهر يتم مراجعة تأثير هذه العقوبات، والإدارة الأمريكية لديها سياسة مرنة في التعامل مع حلفائها في هذا الشأن. نعم سيد مهدي، اسمح لي أيضا أنه بومبيو في تصريحاته عرج على الشأن العراقي والتدخل الإيراني، وكأنه أيضا يحاول أن يحكم قبضة إقليمية على حلفاء إيران في المنطقة، عندما أشار إلى أنه إيران سعت لتقويض الانتخابات، يعني هذا التعبير تقويض الانتخابات العراقية. بالطبع الإدارة الأمريكية والمؤسسات الأمريكية سواء كانت العسكرية أو الاستخباراتية رأت أن التمدد الإيراني في المنطقة العربية أولا إذا كانت في العراق وثم بعد ذلك طبعا تواجدها في سوريا وأيضا تدخلها في الانتخابات في لبنان وأيضا الزعزعة التي تقوم بها في البحرين وما تقوم به في اليمن، هذه مسألة لا تحتاج من الولايات المتحدة الأمريكية مراجعة أمرها، بل هناك دلائل واقعية فيما حدث في العراق مثلا من أن التدخل الإيراني قلب موازين الأمور في العراق. فلذلك الإدارة الأمريكية رأت أن التمدد الإيراني ليس فقط من تطوير أسلحة باليستية أو تدخلات، بل هو محاولة سيطرة وهيمنة التي قد تؤثر على علاقاتها بالعلاقات الولايات المتحدة الأمريكية بدول الشرق الأوسط ومنطقة الخليج بالذات، وقد تؤدي إلى زعزعة الأمن في الخليج كما نرى ضرب صواريخ من اليمن على الرياض. ليست بالمسألة الهينة، إضافة أن لابد أن نعرف أن أمن إسرائيل من أحد ما تهتم به أهم النقاط التي يهتم بها السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد رأى أن لابد من تقييد القوى الإيرانية حتى لا تنال من إسرائيل والدول العربية. شكرا جزيلا المحلل السياسي السيد مهدي عفيفي المتخصص في الشؤون الأمريكية كان معنا من الولايات المتحدة.